مجلس الوزراء في اجتماعه امبارح اتناقش في توصيات اللجنة اللي تم تشكيلها لدراسة مقترحات تطبيق نظام العمل عن بعد، وده لبعض العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة من غير ما يبقى في حاجة للتواجد في مقر العمل. أعتقد يا منى يعني خطوة جيدة جدا وصائبة، تحديدا وإحنا بنتكلم على رقمنة الجهاز الإداري للدولة. بس علشان نطبق الخطوة دي كان من بين المقترحات دي وضع مجموعة من المعايير علشان نجاح هذه التجربة كمان، ويكون في تشغيل تجريبي لنظام يعني العمل عن بعد. التشغيل ده مدته 6 شهور في وزارة الاتصالات وكمان في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. إيه هو المقترحات دي وإزاي هيتم تطبيق الآليات الخاصة ومعايير نظام العمل عن بعد؟ ده اللي احنا هنعرفه من خلال ضيفنا الكريم اللي منورنا، الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور بحضرتك ومشاهدينك الكرام. نورتنا يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. من بداية كده قبل ما نبتدي نتكلم في التفاصيل، خلينا نعرف فكرة العمل عن بعد، إزاي الناس هتشتغل عن بعد؟ فكرة العمل عن بعد مش جديدة، هي طبعا ظهرت على الساحة بشدة قوي زي ما كلنا عارفين ايام الكورونا طبعا، لان ما كانش في ورك فروم اوفيس او نزول للمكاتب صحيح. فكان العمل كله من المنزل. الفكرة دي بدأت من ساعة ما بقى في إمكانية للدخول، بقى في سرعات إنترنت قوية قوي موجودة في المنازل دلوقتي، بقى انتشار أجهزة الحاسب أو الأجهزة اللي ممكن تكون متنقلة كمان زي أجهزة اللابتوب وكذا وكذا والتابلت سويوي. فكل الحاجات دي كلها مكنت الناس. طيب العمل عن بعد كان هيتأتى ازاي الا لو كانت في وسيلة رقمية ان هو يتم العمل عن بعد؟ يعني ايه؟ بقى في منصات، بقى في منصة عمل، بوابة مصر الرقمية اللي عليها دلوقتي طبعاً كل تقريبا الجهات الحكومية بالظبط. عندنا دلوقتي 41% من الخدمات اللي في مصر دلوقتي بتقدم بصيغة رقمية، الناس بتتقدم لهذه الخدمات بصيغة رقمية، والمنتظر صحيح. في 2030 انها تتخطى 90%. فكل الحاجات دي كلها لو انا النهارده ما عنديش مقدرة على ان انا اتعامل مع قواعد بيانات عليها بيانات الدولة كلها، عليها بيانات المواطنين، متصلة بأماكن الخدمات، كل الرقمنة اللي حصلت، شبكة مصر الرقمية اللي اتعملت على أرض مصر كلها اللي جابت مصر من الصعيد لحد اسكندرية شرقا وكمان بعرض البلد ومن فوق لتحت طبعا. ده بقى عندي خلاص، ده القرى كمان، الفايبر اللي احنا كنا بنحلم بيه في المدن بقى موجود جوه القرى اللي هي عليه السرعات الفائقة. خبر يا دكتور على فكرة ان بقى اصبح في الياف ضوئية في شمال سيناء. بالظبط، كابلات الالياف الضوئيه دي هي اللي ادتنا سرعات الانترنت دي اللي نقدر ندخل عليها. يعني النهارده لو انا اللي قاعد في بيته ده ما عندوش خدمه دايما يقدر يتابع من خلالها عمله، يبقى هيدخل يعمل ايه؟ النقطه الثانيه بقى عنده بدائل كمان. يعني ايه؟ يعني لو خدمه الانترنت عندك على كابلات الفايبر حصل فيها حاجه، وده بقت نادره دلوقتي لان شبكات الفايبر بتبقى ستيبل او مستقره اكتر بكتير، عندك شبكات المحمول، بقى في شبكات محمول الجيل الموجود الرابع والخامس دلوقتي داخل على مصر كمان، فبقى في سرعات برضو تكفل لك انك تدخل بوسائل، بقى عندك وسيله او اكثر للدخول على الانترنت دلوقتي. غير ان بقى في ميكنه للقطاع الاداري اللي موجود في مصر يمكن اللي قاعد في البيت ان هو يتم جميع اجراءات عمله اللي كان بيتمها من خلال المكتب اللي موجود. نعم، اذا انا عندي الاداه، يعني حضرتك اللي ذكرته ده وعديته هو الأداة المستخدمة اللي بتوفر لي اللي أنا أقدر أمارس العمل عن بعد. بالظبط. إزاي هيتم ممارسة نظام العمل عن بعد وليه عملنا فترة تجريبية 6 أشهر؟ طيب الفترة التجريبية دي عشان حضرتك بتقر ثقافة جديدة، الثقافة دي دلوقتي متواجدة بشدة في القطاع الخاص عندنا في مصر. صحيح. أنظمة الإدارة الجديدة اللي اتوجدت على مستوى العالم كله بعد الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي بقى بيسموها الاجايل، الانظمه المرنه. النظام القديم بتاع مدير وتحته مديرين ادارات وتحته كذا، الهيكل ده الاداري ده كله اتغير. وعلى فكره الدوله الفتره اللي فاتت دي عرفت ده. يعني حضرتك لو رجعت لجهاز التنظيم والاداره هتلاقيه غير الهيكل الاداري بتاع الدوله في السنتين اللي فاتوا، لانه برضه رايح نفس الاتجاه. صحيح. فهي منظومه بتعزف مع بعضها بشكل متناغم. طيب الشكل المرن ده يعني ايه؟ يعني حضرتك النهارده لما بتبقى قاعد في البيت وبتشتغل من البيت مش زي وانت قاعد في العمل وفوقك مديرك وبيتابعك وكذا وكذا. لا، الشكل ده اختلف. طب انا بجرب ليه؟
بجرب لان انا عايز انقل الثقافه دي للناس. النهارده انت وانت قاعد في بيتك الرقابه عليك اقل بكتير من وانت قاعد في العمل. صحيح. فلازم في زي ما حضرتك تفضلت في البدايه الحاجات اللي اقرتها الوزاره معايير قياس الاداء. انا النهارده عندي معايير هقيس ان الاداء ده عامل ده بالعكس مع الميكنه معايير قياس الاداء بتبقى اسهل. ليه؟ لان كل الورك شيت كل الحاجات والمهام اللي حضرتك بتنجزها موجوده على السيستم كلها ومقاسة. صح. بشكل واضح تماما. ده غير ان انا النهارده لما ابقى مدي البيرنتس الامهات والابهات لو عندهم مشكله في الرعايه الاسريه وفي 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 والكلام ده انت حطوه في المنزل في مكان امن في مكان هادي في مكان مطمئن فيه على اسرته وكذا ممكن انتاجه يزيد. وده بالابحاث احنا مش بنقول كلام مرسل. ده اتعمل ابحاث وقت الكورونا اتعمل كميه ابحاث غير طبيعيه على المقارنات اللي انا بقولها لحضرتك دي. والحاجة التانية الإرهاق في الانتقالات ما بين مكان ومكان. ده في حد بياخد إقامة بديلة ويروح يقعد في فترة ويرجع آخر أسبوع وده كتير في بيئات. تكلفة الإقامة برضو تكلفة المعيشة مع الإقامة دي تكلفة تأثيره على شكل بالزبط. الأسرة المصرية بالزبط. اللي أصلا إحنا ده يعني الدولة المصرية شغالة عليها يعني تحسين الظروف المعيشية للأسرة المصرية عشان يبقى في جودة للحياة بالزبط. ده غير إن اللي قاعد في البيت ده هياخد دعم من المؤسسات فيها. بمعنى لو هو موظف حكومي هيضاف على مرتبه بدلات استخدام انترنت وبدلات استخدام كهرباء وبدلات كذا مع إنه وفر استخدام التكنولوجي وفر استخدام البنزين وفر بنزينه. طيب النهارده السيرفيس اللي هتتقدم لك وانت قاعد انا مواطن اهو وهاخد خدمتي عن بعد وهاخدها الكترونيه برضه توفر عليا انتقالات كتير صح ولا لا؟ لو انا كنت هروح للمكان بانتقالات تكلفني 50 60 70 جنيه. طب ثواني هنا بس يا دكتور. اتفضل. لسه كنت حضرتك واحمد بنتكلم قبل ما ندخل الفقره عن ان الكلام ده هيطبق على الجهاز الحكومي اللي هو غالبا بيكون بيقدم خدمات للناس. مظبوط. الناس هتوصل للشخص اللي بيقدم الخدمه ده في بيته وهو قاعد بيعمل عن بعد ولا هيتعامل ازاي؟ ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك في ما يسمى داشبورد. الداشبوردز دي بقى هي ايه؟ المنصه الكامله اللي حضرتك بتقدمي فيها والموظف موجود وراها من الناحيه الثانيه. يعني زي التيكت. نفس فكره شغلانه الداتا انتري. هو موظف موجود مش بقى مدخل بيانات، هو بيراجع الطلبات اللي انا تقدمت بيها للحصول على خدمه واستوفيت الشروط فبيديني ابروف او يعدل الطلب بس بشكل بتاعي. كمان اكثر توثيقيه. بمعنى حضرتك النهارده فتحت التيكت الساعه 9 و8 دقائق. انا النهارده مسموح لي ان اي تيكت يتفتح قدامي لازم اقفله خلال ساعتين. السيستم النهارده هيجي اخر اليوم كل التيكتس اللي انا اتاخرت فيها هيعمل احصائيه عليا ويرفعها للي فوقيه اللي من شغلته انه يتعبني يتابعني انا اسف يتابعني برضو يشوف انا عملت ايه ووضعي ايه وقصتي ايه. فبقى في فولو اب تحديد للانتاجيه طبعاً. ونشوف مين أكتر. انتج. بقى في رقابه على الموظف بالظبط ما بقاش في الشكل النمط التقليدي بالظبط للقليل. لان هنا انا بقول القليل من الموظفين لما يروح لا معلش استنى لما يفطر ويخلص. لا هو عنده تايم والتايم ده لازم يديلك الشغل بكواليتي معينه او جوده معينه. تمام. ده غير ان شريحه الجهاز الاداري في مصر اتغيرت. الجهاز الاداري اللي كان 7 مليون انخفض ل 5.4 مليون دلوقتي. خصائصه هي هي يا دكتور؟ لا اتغيرت. ليه؟ لان في شريحه كبيره جدا من اللي كانت موجوده جوه الجهاز الاداري اللي هي وصلت لسن المعاش وطبعا ما فيش تعيين في الجهاز الحكومي بقى لنا 12 سنه دلوقتي موقوف ده. فبدات الشريحه اللي هي دي ما بقتش موجوده والشريحه اللي كانت مؤقته اللي كانت صغيره في السن هي اللي حلت محلها دلوقتي. فبقى الـ 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 السن اللي موجود للموظفين العاملين بالجهاز الاداري والحكومي الموجود في الدوله سن يقبل هذا يقبل الثقافه دي وحابب التعامل مع المفردات الحديثه للعصر في التدريب ده. وكمان هم بداوا وزاره الاتصالات زي ما حضراتكم شايفين كده لان وزاره الاتصالات هي اللي بتعمل التدريب التحويلي لكل المؤسسات اللي موجوده في الدوله. فطبعا هي بدات بالموجودين فيها. فبقى عندهم ثقافة غير طبيعية في هذا المجال عشان كده هتبقى التجربة واعدة ولما تبقى واعدة وتنجح ومثمرة هتبقى طيب. تقدر ترول اوت تنتشر بقى في الأماكن الباقية. نعم. ايه أهمية الخطوة دي يا دكتور في ظل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للجهاز الإداري للدولة؟ ده هي الميزة كلها في كده. العاصمة الإدارية بتتمتع ببنية رقمية تحتية غير متكررة على مستوى مصر. فيها مراكز بيانات مصر كلها هتبقى موجودة فيها دلوقتي واللي أنشأت بمعايير دولية غير طبيعية. يعني احنا بقى عندنا مراكز بيانات نفخر انها موجودة على ارض مصر. مراكز البيانات دي دلوقتي هي اللي بتشيل كل التبادلات دي. ما هو برضو حضرتك لازم الساعة بتاعت
الأجهزة اللي هيدخل عليها عدد الجمهور الكبير ده تستوعب حجم الناس اللي هتدخل عليها. ما هو أنا النهاردة ما أعملش امتحانات مثلا هيدخلها 2 3 4 مليون وانا السيستم لا يتحمل ده فكره السيرفر. بالظبط فكره السيرفرز اللي بقت موجوده واللي اتنقلت دلوقتي الحته ما بقتش مسميات السيرفرز بقت كلها كلاودز دلوقتي او استضافه سحابيه. واحنا بقى عندنا مناطق استضافه سحابيه ضخمه قوي في مصر ونفخر بهذا بفضل من الله. فالقصه دي هتبقى مفيده جدا. غير كده النهارده انا ال 50 60 جنيه اللي انا كنت بوفرهم في الانتقالات وي 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 هيعودوا عليا بفايده. الخدمه الالكترونيه اللي هتتقدم عن بعد هيبقى لها رسوم، لان انا النهارده استبدلت 50 60 70 جنيه اللي المواطن كان هيدفعهم انتقالات برسوم خدمه 10 جنيه. طب ال 10 جنيه دي بقى الدخل ممكن يسهم في ايه؟ ممكن يسهم في تطوير، ممكن زياده دخل الموظف، ممكن 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 توظيف دعم عائد دعم السيستم او دعم النظام طبعا اللي تطوير بيشتغل الأنظمة دي عليه الموظف بحيث انه يبقى مزيد من الصيانه. فهي لها جدوى اقتصاديه كمان. غير كده بقى في حاجه اهم من كل ده. أنا كل العمليات اللي هتطم على الأنظمة دي بيانات موجودة على الأنظمة. والبيانات دي اللي بيطلع منها المعلومات. البيانات دي بيطلع منها المعلومات. والمعلومات هي الثروة الجديدة اللي موجودة، دي ثروة. صحيح. ثروة تستحق هنطلع منها كمية تقارير تدعم الدولة في اتخاذ قراراتها بشكل لا تتخيله. ليه؟ بقى كل حاجتك موجودة تقدر تقيس كم واحد بيتقدم بالطلب الفلاني، كم واحد بيطلب الخدمة الفلانية. صحيح. تقدر تعمل لها أنظمة بقى ومحاكاة ويبقى شكل الدولة مختلف، شكل دولة بتدار بأسلوب علمي حديث وهو ده اللي بتهدف ليه الدولة. دكتور الفترة اللي جاية أعتقد مع تطبيق نظام العمل عن بعد ووجود قواعد بيانات ده هيساعد أكتر إن الناس يعني اللي موجودة في أماكن بعيدة أو في محافظات حدودية بعد التطوير طبعًا وتقديم الخدمة الرقمية طبعًا إنها مش محتاجة بقى تتشحطط حضرتك متخيل اللي كان بينتقل من محافظات الصعيد وهنا وهنا عشان يروح عاصمة عشان فيها خدمات له وهو بياخد خدماته من مكانه وإن ناتج خدماته دي بيوصله في البريد بعدها بيوم لو في حاجات موثقة ما زالت عايزينها ورقية كما كانت زي ما بيحصل دلوقتي في شهادات المخالفات وفي غيرها وفي غيرها اللي نجحنا في رقمتها رقمنة الحاجات دي كلها رقمنة ده هيساعد ان احنا نبقى كمان ابديتد يعني اعمل المخالفة دلوقتي بالزبط. اعرفها دلوقتي بالزبط. ما اتفاجئش بارقام صعبة عليا مثلا بالظبط. وهو ده اللي ماشي على مستوى الدولة لحد الرعاية الطبية. الرعاية الطبية بتميكن على مستوى الدولة دلوقتي عشان يبقى كل مواطن له رقم صحي ماشي معاه على مستوى أرض مصر كشف في أي مكان معاه نتائج فحوصاته على مستوى أرض مصر كلها. هيبقى في شكل تاني هيبقى أحسن بكتير. نظلة جديدة للمنظومة الصحية طبعًا. ودعم طبعًا. طيب دكتور دايما يعني الدولة بتولي اهتمام كبير بالفئات الأكثر استحقاق ودول اهلنا اللي ليهم واجب وحق. حضرتك قلت نقطه هايله والله بحييك عليها والله يا استاذ. ازاي هنتعامل مع الفئات الاكثر استحقاقا التي لا تجيد التعامل مع التطور الرقمي؟ انا انت اديتني فكره ونورت لي لمبه كده انا بحييك عليها بصراحه. هرد على سؤال حضرتك الاول. وزاره الاتصالات عامله مراكز على ارض مصر كلها. الايتيدا ده مسمياتها اللي هو المركز القومي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معهد الاتصالات الـ NTI، دي كلها موجودة على أرض مصر كلها بقى لها مراكز دلوقتي مش في القاهرة فقط. يعني لها شروم أو غرف يعني منافذ ده مراكز كاملة بمعامل تدريبية بكل حاجة عظيم ومستهدفة جدا. كل واحدة واخدة كلاستر يعني محافظة أو محافظتين بتعمل تدريب لكل اللي موجودين في الأماكن دي. هي بتيجي في فترات تبقى مستهدفة خريجين حديث التخرج يعني وفي كل التخصصات مش تخصصات التكنولوجيا صحيح. فقط لا غير. ومرات تكون مستهدفة الموظفين في الجهاز الإداري ومرات تكون مستهدفة الشرائح المهنية ودي حاجة قوية ومحترمة ولها برامج ولها مخرجات وبقى لها نتائج لدرجة أن خريج الأماكن دي الشركات بتستناها على الباب لأنه بيتدرب تدريب مهني مناظر لمطلوب في سوق العمل تماما. فالموظف اللي حضرتك عايز تدربه عشان يبقى عنده القدره على التعامل مع ده او المواطن اللي انت هتنتج له فيديوهات بسيطه مدتها دقيقتين ثلاثه كده تخليه يعمل الحاجه بمنتهى السلاسه. الانظمه الحديثه يعتمد فيها على الذاكره البصريه لو هو مش متعلم دقيقتين ثلاثه فيديو يدربك على نفسك تعمله في الدنيا وانت قاعد في بيتك وايه محطوط الفيديو جنب الخدمه هتشوف ده وتعمل ده. الحاجه الثانيه سلاسه الشاشات اللي معموله
انك ازاي بنسميها يوزر فريند لانها صديقه للمستخدم من شاشه واحده بحاجتين بساط. الحاجه الثانيه الربط مع الارقام القوميه، يعني ايه؟ كان زمان بيقعد يملى بيانات كتير قوي قوي قوي، بعد الربط مع وزاره الداخليه وقعد الرقم القومي جالي الداتا كلها والمعلومات كل حاجته في الدنيا تطلع. صحيح، وده انا جربته بشكل شخصي بالظبط. فبقى في يسر وسلاسه. الجزء بقى اللي حضرتك تفضلت ونوهت اليه، انا النهارده افرض عندي ذوي الهمم اللي كان بينتقل بمعاناه من مكان لمكان عشان يخلص خدمه، كبار السن اللي ساعات ما بيعرفوش ينزلوا سلم عشان يروحوا مكان، النهارده لما تعمل له خدمته وهو قاعد في مكانه وتديله ده كله، هو ده مش نوع من انواع الرفاهيه؟ الحياه الكريمه. اه طبعا، انت بتوفر له مستلزم اساسي وهو قاعد ورعيد ظروفه ورعيد صحته ورعيد صعوبه انتقالاته، وفرت عليه المشقه والمشقه على اللي بيرعاه وبياخده وينقله من مكان لمكان. صحيح، فده كله حاجات مهمة جدا. الحاجة برضو اللي غير كده توظيف الذكاء الاصطناعي. النهاردة البيانات والمعلومات دي كلها أما توظف فيها نقول يا دكتور بشكل عام إن إحنا أمام منظومة بتتغير بشكل بالزبط. تام بالزبط. والمنظومة دي هي منظومة الذكاء الاصطناعي القادرة فعلا على توفير حياة كريمة للمصريين. طبعا اكيد طبعًا. كل الشكر ليك الدكتور اسامه عبد الرؤوف عميد كليه الذكاء الاصطناعي بجامعه المنوفيه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضراتكم وشاكر لحضراتكم. شكرا ليك يا دكتور. شكرا جزيلا.